السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيتو جيمز. كمل معكم تختيم لتن من لعبة دراجون دوغما 2. اليوم إن شاء الله نجيب معاكم البلات. هنينا وقفنا الآن. أنت عندك إيش؟ شوف، خليني أقول لكم حاجة. شايفين المنارات هذه لونها أحمر؟ هنا عندك واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة، تمام؟ هذه نخلصها، حلو، عشان العالم ما يتدمر. إذا تبغى تخلصها الآن على كيفك، لكن أنا بمشي بترتيب معين عشان أخلص كل شيء مرة واحدة، حلو؟ لأنك تخلص هذه وتخلص هذه وتخلص هذه اللي فوق الحمراء، وهنا تيجي الواحد هنا عند العملاق. العملاق فين؟ أظن هنا العملاق. تيجي عند العملاق وتحيي العملاق وتخلص آخر واحدة وتاخذ التروفي. فأول شيء بنسويه بنخلص هذه، نخلص من هذه أول شيء، بعدين تفاهم تجريد نصل للهلاك الآلي. نخلص أول منارة هذه. هذه منارة يعني خلص لها، هذه أول مهمة تعتبر. يجيك هذا، شو اسمه هذا؟ فيسوس. فيسوس بياع بسوس. وينك فيسوس؟ راح ميولا. يجونك اعداءك معك الان. شوف كيف اتدمرت، ما ادري ايش صار، بس وينك فيسوس؟ الان خش فيها يا اخوي. ايش فيسوس؟ ليش مصلح سكيب؟ ليه مصلح سكيب؟ ايش المشكلة؟ ليش؟ نبغى ندمر شيء ذا. طيب ايش فيه طيب؟ بروح هنا ولا ايش؟ بروح هنا يسحبنا هذا. طيب اذا مت في العالم هذا ترجع من البداية. نكمل هنا ونرجع من الخلف. اظن نجي من الخلف. وين هو فيسوس؟ يلحق فيسوس، ما يمديك تجي كذا، لازم تجي مع الخلف. يلا فيسوس امشي، يلا نجي مع الخلف. فيسوس يقود المفروض. يلا امشي فيسوس. الان نجي من هنا، معلومك الطريق. هم خش من هنا، خذ قودني فيسوس وانا قودي. والله عداء مرة قوية، العالم ده ما ينفع، مستوى أقل من 50 أظن ما ينفع. الناس كل مجموع معانا يا إذا الدحرج ذا. طح 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 طح. خويتي ما أعطيتها الحركة القوية حقت السحر. وين فيسوس يا عمي؟ فيسوس خلى الوحوش يا فيسوس. شغلت أنا يا فيسوس. يلا فيسوس، اقرع فيسوس، خلوها ورينا الطريق. اي عندك 4 ايام يدمر العالم، بس احنا خلاص عندنا منارتين. والله منارة واحدة زعيم حقه. الله أليم. تعال. ما معي شيء. مرة السحب وين؟ مرة السحب؟ معي ذا صح. معي النبال كويسة، ما هو اللي رامي السهام. بنروح فيسوس. يلا فيسوس نقطع الجسر هذا، الجسر اللي يتدمر. تعال بس امش، الحق فيسوس. أصحابي، أصدقائي، أصدقائي، امش طيب. ما أعرف من هم يجون. من هنا؟ وينه فيسوس؟ امشي امشي من الناس، خلص الليلة دي. يلا ممكن اخذ المقطع لو اخذ ساعة ونص، ما هي مشكلة. امشي نخلص اليوم، نجيب البلات وخلاص، ونقفل على الاستاذ دراجون دوغما. جاتك النيازك. اوه النيازك. هناك فيسوس. فيسوس كيف جا تحت؟ فيسوس وين؟ طاح تحت. يا الله عليك، كيف طاح تحت؟ وين يوم وصلنا طاح تحت؟ اظن هذا الطريق. مش يموت فيسوس هذا، اصحابي معاه.
What? Alas, theory unproves of little practical force. يلا يا أصدقائي، مش بس نيازك ده مرتك. نيازك. سنتي يا أختي. يلا يلا فيسوس وينك؟ فيسوس نازك فينوس فيسوس شيله راح هو شوف تجي من هنا اي من هنا اسمه شيء كويس شيء كويس الان خش يمين خش يمين هنا. نزل تحت عند شو اسمه التنين هذاك الميت في اشياء ما شفته أوه. وين فيسوس خلنا نشيله وروح بس يضرب مع الخلف ويا قاولي شايف شيء الحمد لله الامور طيبه مبسوط انا اهم شيء مبسوط لك رقم ما نعرف شو اضرب فيسوس خله يا فيسوس خله نايم تحاول يا فيسوس فيسوس حق مشاكل وينك يا فيسوس؟ طريق من هنا فيسوس؟ امشي يا فيسوس يوووو والله ذا يخوف الله جا ذا مدحدر شوف انخلع كذا وقف يمشي يلا فوق في خياني معاي انا احترم خياني ولد فيسوس ما عندك سالفة والله المفروض سهم الهلاك نخليه وفي سهم هلاك ثاني خليني يو جاك 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 قتلني كويس يا ابن الذين والله معفن ذا ابغى تموت جاك طاير هذا يا اخوي ايش ذا يا اخوي يضربون ضرب ايش اسمه عطنا ذا يضربون ضرب اقسم بيت الله خوف دمجون دمج دمج يا ابوي زعما كيف تعامل معاه فينك وش من هنا والان شوف الان هو يجري حاول تحميه لازم تحميه يطلعون لك دفعتين اعداء اخطي لا ما بخليش تشوفون شوف الدفعه هذه معك منها معك من هذه انت عليك بهذول يا ابوي ايش الصحه وانا مت ما عندي ولا واحد والله محتاج كثير انا نعم كيف مت من حراب كيف يضربون دوي ماني ضعيف انا والله معركه يا ابوي غير غير طيب السلاح يا صح انت لا توقفين صح على ارض المملكة واجرعات صحة كثيرة ما يطلع عليه حاجة الحياة الآن تجينا وتكسر هذا الشيء بس كذا كسره خلاص خلصنا الليلة خلصنا كذا طيب راح علينا حجر حياة قلنا ما هي حجر حياة والله معاي حجر حياة حتى البنت أظن هنا إيه هذا هو 11 حجر حياة إذا كان مع البنت بقدر أستخدمه يلا وين نروح الآن؟ أنا فين نروح الآن؟ الآن بنروح إلى بنروح المكان هذا شايفين بنفعل هو ايش بنفعل هو مكان الانقاذ نساعد الناس يلا نمشي مش يا بس امر هنا دقيقه بروح هنا السوبر ماركت السوبر ماركت السوبر ماركت متقطع
نبغان أظن عندي حقت صحة. ألو إسحاق، عندك شيء صحة إسحاق؟ هذا ما أبغى، هذا معي الحمد لله كم، معي 7، كفاية 7، تدخل العالم كثير، لكن نبغى حبوب هذه، نبغى هذه 9 كلهم، هذه أهم شيء، هذه ناخذها دي، ناخذ هذه كمان، هذا كمان ناخذه كله، كله ناخذه، كله ناخذه، معي فلوس كثير الحمد لله، هذا ناخذه، ناخذ ليش لا، معي فلوس كثير. صحة نروح الآن، أغير الكلاس، ودي أغير الكلاس، أني عارف يا أخي، الآن بنروح هنا عشان نصل قبل يجينا الليل، والله مشوار. بنروح والله، ممكن المفروض اني اخلص المنارات اول شيء، بس انا ابغى ترتيب معين، في حاجه ايش فيها، نجي بعدين هنا، نجي بعدين، هذه مهمات ثانيه، هذه اول شيء بنروح هناك، من هنا شبابي كويسين، شبابي كويسين، صح، تعال تعال انت حيوان، تعال انت حيوان، وين؟ تعال الي، الا تجي ذي الحيوانة ذي، معطيها 11 حجر احياء، ما اقدر استخدمها اذا كان معاها، ما اقدر استخدمها، لازم اخذ منها، قل له يلا، لو مت خلاص يصير خلاص، استخدم، بدل ما اتورط، يلا روحي، روح من هنا يوم. مع البوابة هذه ما تجي في ليل، ولا ضمن المنطقة دي ما فيها ليل، العالم ما فيه ليل، إيه لو مت ارجع من البداية، فمشكلة طبعا، الآن بندرع الحين، بس بنروح للمكان هذا، يلا الطريق واضح، ما أبغى أدخل في معمعة، أي صندوق تقابل 90% من الصناديق اللي تقابلها هي حجر بابون، 90%، صح، ماشي صح، بمشي كذا سيدة على طول، مرة على طول قدام، تقدر تريح؟ نعم تقدر تريح، بس الأفضل، الأفضل، شوف القتل السهل كيف، والله ما أدري كيف الحركة دي. نقدر نمشي سيد اصلا ولا نطيح؟ كويس اقدر، على خاشمه يا حليله، نروح باتجاه المناره الزرقاء هذيك، الحمراء تلمس، انا لو رحت الحمراء تقفل اللعبه، تختم اللعبه، والله بروح باتجاه المناره، هذا شو اسمه؟ من هذا صندوق في حجر احياء، شايفين حجر عبور، كيف حجر عبور، اوه نسيت اغير يا شيخ، نسيت اغير شو اسم حق البنت، شيء كويس، حنا وراي بس، يو هذه ما هي، هذه موتة، هذه موتة، موتة موتة تموت، كويس هاي بس بعد يموت، لا تقعص، يلا هذا عدو ولا صديق ولا الشكل، شن صح والله، ناهي نلف ونرجع الطريق على اساس اني امشي سيده، اعطيني صحه، طيب اعطيني هذا صحه لاسلكيه، تصلح القبه غبيه، وصلنا تعال هنا في صندوق هنا، هذا فيه اظن ار سي، صح اعطيني هذا،
اي هذه وشينا الان روح باتجاه المناره. وين المناره؟ المناره نروح المناره هي هنا هنا. المنارة الزرقاء فين؟ فين المنارة؟ ضيعت أنا دقيقة. الطريق من هنا، تخش من هنا، تخش من هنا صح، من هنا تخش كذا. أول شيء سويه تفعل لي هذي، شوف هم يعلمونك، شوف لازم تفعل لي هي هذي، لازم تفعل هذا الشيء، فعل وتكلم الشخص. شوف انتبه، كلم الشخص الأزرق هذا، الدبة تذكرونه المتعشي. أنا الكرسي حقك السادح كنت منسدح على المجنون من هذا. هي شعاع أمل في عتمة الظلام 47 2 حجر عبور. ممتاز. ايش بصلح انا؟ بالنسبة لي ايش بصلح؟ انا بروح اقاتل، دقيقة، بروح اقاتل اللي هم هذولي، ابي اجي فيرنورث واقتل هذا، لان هذا هو اصعب شيء. اذا قتلت هذا خلاص امورك طيبة. بعدين نروح هنا ونقتل هذا، بعدين نروح هنا. وين اللي هو؟ روح المكان هنا فين تحت، وهذا ما عندهم اظن هذولي. نروح هنا ونخلص هذولي. اول شيء بجي هنا بخلص هذا، لازم اخلص هذا، بعدين نصلح، لان اذا قتلنا خلصنا المنارات خلاص تصير امورنا طيبه. هذا ما يكفي، تصير ناخذ راحتنا في العالم اذا خلصنا المنارات. يلا بنجي هنا الان عند المناره هذه، من قاتل الزعيمه. يلا نسافر الى فير نورث. كيف نجي هذا؟ نجي فين نجي؟ كيف نجي هذا؟ وهذا كيف نجي؟ هذا نجي من هنا، شايفين؟ من هنا مع المكان هذا نجي من هنا. خذ نقطة حمنا، خذ النقطة هنا، النقطة هنا، تجي من هنا وتلف إلى أن تصبح. يلا تطلع مع الباب الرئيسي يعني. تقدر تريح، تقدر تريح، بس أنا برفع ملفات الحفظ. ريحت الأيام تمشي في مشكلة، وقت ما هو كويس لصالحك. خلصت المرض خلاص يعني، يصير العالم ما يتدمر، تاخذ راحتك في الأخلاء، تاخذ راحتك وكل شيء، تعيش حياة مبسوطة. بس هذا الزعيم قوي، هذا قوي 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 قوي، يعني ما هو 100% قوي، بس يفضل تكون مستوى جيد. دقيقة 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 دقيقة، سوي حاجة. وين ال حق الحرف؟ جينا عند حق الحرف هذا، بشوف حرفة البنت. البنت ما أعطيتها سحر جيد، أنشودة سماوية، ما أعطيتها أنشودة سماوية، لأن أنشودة سماوية جدا جدا رهيب. هي بدل إسعاف فضي، هذا جيد، وإسعاف فضي كمان جيد، نحطه بدل عنصر الخفة الكبيرة، هي بدل هذا. يلا كويس، يلا مشينا. يلا مشينا، بس قفل البابا. كنت خايف، خايف وجه بطة. وين الطريق؟ 11. لو معك سهم الهلاك مطلقة واحدة خلاص، ما مشكلة. نخش من هنا ومن هنا، وكل واحد لو معك سهم الهلاك مطلقة واحدة تقتله، بس هذاك ما عنده سهم هلاك. صار ما عندي حجر يشتري سهم. لا 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 تموت، بس هنا
خلاص انت كذا ماشي في الطريق صح، انت ماشي صح، خلاص مش كذا بس قدام. لا ادعس بس، لا هي على خش مكه، اقسم بالله تعورت معاك ده كذا. يلا اعطينا ذا. للأسف صحة شن هنا انت اهم شيء، يعني اذا كنت ضيعتك كان اهم شيء خليك على الطريق هذا، هذا اهم شيء، ما لك شغل بالشيء الثاني. كيف امشي انا، كيف اتحرك؟ يو والله ذا كثير، ذا كثير. واو دي ما عملت حسابها دي بصراحة. ادعس بس انتبه، اذا مرة خربت معاك حركة النص. بالنسبة لي حركة النص، بالنسبة لك ما ادري ايش ايش معاك انت. هذا ايش جو؟ وخر عنه وخر عنه وخر عنه وخر عنه. ما ابغى اخذ صحة هنا يا معفن يا حيوان، ما ابغى قاتل. اذا خل طريقني انت، هنا في شوي فوق في صندوق، اسمعني من ايش هنا في صندوق انا كمان ده ذولي. دقيقة ماشي صح اصلا، اطلع فوق يا ولد بشرت. وين اصحابي يا على القلقاس؟ هذا هو بس هنا قبل تتعامل معاه، قبل تتفاعل ذا، في هنا في حجر عبور هنا. فين؟ لا ما عنده صح، هذا ما عنده. اعطينا صحة طيب، تعال يلا برفع من رفعة الحفظ. لو مت سير ايش ارجع هنا، يلا استدعيه ارفعني رفعة الحفظ ونقاتله. لازم تركز على نقاط ضعف جاك العنقاء. يلا وينه؟ ونبت الضعف حقته الاولى يا ابن دمجه. اي والله لازم نركز على نقاط الضعف يا حبيبي، يا ذكرى هذه فوق. ونبت الضعف، نقطة الضعف اللي هي ال مات واحد لسه ما بدينا، لسه ما قلنا يا هادي، والله ما قلنا يا هادي. انا مت كمان، وين اللي مات؟ لا تجيب لي، انا رايح لنا جيم. والله ما قلنا يا هادي ومات. وين نقطة الضعف حقته؟ راسه خشمه. بنزل انت او تضرب الدينة، نقاط الضعف حقت في الدينة، اي شيء يولع كذا. شوف زي مثلا الدينة هذي، ركز على الدينة هذي، ممكن تعرف اضربه الين يطيح، وبعدين يطيح على خشمه. الان في رجلي هنا برضه في الدينة لسه، وقف زي كذا، انتبه لحركاته بس. طلع عنا، طيح يا وسخ، والله ما الدمج ولا شيء. وقف طه، والله متعلق فيه، لازم متعلق فيه. ارمي ارمي، كيف ارميني؟ في حركة ارميني، يلعب بالذيل حقه. يا صحة حلوة، شوف نقاط الضعف فين ظهر، شايفين ظهر هذه اللي هذه شايفينها، هذه هي. هذه تضرب، هذه مرة تصير في رجله، مرة تجي في رجله، مرة تجي إذا جت الظهر لازم تطلع ظهره. خويي معاي، شوف كيف الآن كنت تختفي تجي في رجله. هذه اللعبة ترى بشكل عام، نقاط ضعف. اجلد اجلد بس،
هذه شفيناها اجلده اطعن اطعنه هذه تلمس هذه تلمس هذه راحت لسه فرقبته لسه فرقبته فرقبته وين او خوي خوي فوق مسيطر على وضع خوي هذه هي هذه شفنا فرقبته هذا لسه هنا اطعن فيها اطعنه هل يطيح معك منه لو طاح معك منه تعلق فيه دمجه اختفت هذه في خشم ودي جت مفاجأة هذه جت في راسه اوه دمج دمج عالي وين راحت الان راحت في رقبته الان شايفين فيني شايفين فيني هذه شايفينها رقبته هنا مكان صعب شوي يلا بس نجيبه 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 نطرح عرفت انا كيف اقاتله كنت ما اعرف اقاتله الان بس اتبع النقاط هذه النقاط هي صغيرة شايفينها تجي اول شيء في رجوله بعدين تجي في رقبته في ظهره من الخلف بعدين تجي في رقبته اطعن فيها انا فين انا وين بعيد عنها انا بعيد عنها يا شيخ يا بقر انا بعيد عنها انا بعيد عنها يطعن هذه في رقبته لسه رتب في رقبته هيا اطعن ايوه اطرحها بس تعلق فيه حرام بالله والله ما فكك يا شيخ بشتهلي هذه انزل 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 ما في واضحه هذه هي كمان لا لا اخر شيء اظن تصير براسه اخر شيء اظن صح وين راحت ما ادري فين راحت الحين شفت كيف الحمار اللي في رقبتي يختفي ما مشكله هذا صح الان وين راحت الان راحت في راسه الان الآن خشم ركز على خشم أجيب خشم أجيب خشم أنا على صحتك ها آه حركة دي حركة دي يا حركة دي خطيرة يا أبوي إيش يقول ذا يا أبوي طولت عنده ذا من قتله والله ما أدري كيف مات بصراحة والله ما أدري من قتله شكل لعبة أختي قالت يا أبوي تدري عليك على من جابك خلاص موت يعطيك باللورة اوه 30 بلد دم تنين كويس والله الاخيره اللعبه قالت يا ابوي تدري عليك على من جابك انت خلاص خلصونا كم دقيقه الان يا الله يمكن فوق 18 دقيقه انا بس قطعت لكم وانا طولت عنده طيب خلاص يلا الان نجي الاغراض بسافر بسافر لهذا مو هذا طيب نسافر هنا بلورة العرايش المقدسه ونقتل الزعيم هنا زعيم المنارة يلا هذا الزعيم هنا خلاص حنا في وجه الزعيم يلا يلا هذا الزعيم ودنا نريح يقولون خلنا نريح يوم ونجي نريح يوم ونجي يمديك تريح يعني عندك مشكلة يوم ونجي بس يلا يلا يا شباب عندك اربع ايام هي عندكم ولا اربع ايام تخلص كل شيء يلا استراحة لازم يكون معك طبعا بالمناسبة لازم يكون معك اللي هو شو اسمه لازم نخاف الصدع دي لازم يكون معك اللي هو بيدق حكاء الغابات بيدق التخصص حقه حكاء الغابات عشان تقدر تصلح ايش؟ اخلاء لازم كيف الحين تقدم هذا هذا كيف تقدم شوية كيف نعيط منه يلا الآن قاتل الزعيم إذا متنا نرجع ملف الحفظ هذا هذا أظن سهل هذا سهل زعيم دودة دودة الحين بيرفع فيه الحين يلا يلا الدودة 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 ارعى الدودة تحت الدمسة هذا الدود وهذا برضه ذا نفس الشيء نقاط الضعف حقته لا تقاتل زي كذا اضرب نقاط الضعف حقته شوف كيف نقاط الضعف حقته اللي هي هذه شايفينها النقاط هذه البنفسجية هذه نوعا ما
اضرب فيها. هذه شفينا كل ما شو اسمه، كل ما دمجتها كل ما ينقص الاحمر، ينقص الاحمر، الاحمر هذا اللي فيها الى ان يصل راسها، اذا وصل راسها تدمر راسها، لان الاحمر هذا تعلقت فيها الاحمر هذا يدمشك. شوف الاحمر هذا يدمشك لو مشيت عليه، وذا يدمشك. الان شوف كيف، الان في واحد هنا يا اخوي. طب وقفي، طيب الله يقف يا اخوي، ادعس. طب انت هذا هو، هوب عنك عنا، يلا تعلق انت يا المحارب. ايوه الحين نقتلها، ايوه واحدة الدودة. خلاص اطعنها، اطعنها بس، اطعنها بس، اطعنها خلاص ماتت. والله طولنا عنده. هي فكرتها كيف؟ زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم في البداية، فكرتها نقاط كذا بنفسجية، دمر النقاط هذه، والنقاط هذه كل ما دمرت شوية الحمار ينقص في اتجاه راسه، وتطلع نقاط، دمر النقاط والحمار ينقص جهة راسه، ودمر النقاط تمام الين اخر شيء، اخر شيء يصل الحمار، لان خلاص اخر شيء يصل الحمار راسه، يصير برس راسه الاحمر، فتدمر النقاط وتطيح وتطعنها وتنتهي منها. والله اخذت وقت في حركه تسويها قويه هي، بس اللي هي تشحن كذا، توقف كذا فوق وتشحن، اشرد عن اللي بس اشرد عن، ابتعد عن المسار حقك بعيد. الآن فين بنروح الآن؟ بنروح في اتجاه العملاق. العملاق فينه؟ العملاق هو هنا، لا هو هنا، شوف هناك شايفين العلامة حقته، لازم أجي هنا، أجي هنا وأروح جهة العملاق. يلا والله طولنا عنده أنت الكلب. يلا الآن بنروح جهة العملاق. ليش تغ... ليش أختبي اللورة يا بقر؟ انزلها لي هنا. لما نطلع ونروح اتجاه العملاق، فين العملاق؟ تطلع لك الان علامة اللي هو هذا وشايفينه، هذا العملاق. بس كيف نطلع من هنا؟ اوكي نطلع بشكل طبيعي. يلا من هنا ننجز هنا، ريحه تريح لين خلص من العملاق، بعدين خلص هنا يا حبيبي على خشمه. العملاق ما في شيء، بس تحييه ترجع الحياة وتاخذ التروفي حقه، ويقاتل هو اشمر نفسه. هذا نكلم عشان نخلي الان هو كيف يعطيك مهمة جانبية، يدعون للفارس الشهم ارنستو. المهمة هذه تخلصها عشان تصلح الاخلاء، مهمة هذه يدعون للفارس الشهم ارنستو، لا تمعنا منه. احنا بنروح نخلص، نستمر على شغلنا. العملاق هنا، تذكر العملاق كان هنا، لا نرجع عند العملاق. ما عليك من المهمة هذه، المهمة هذه نخلصها الآن. يلا. نجي عند العملاق هنا. الآن تجينا مشهد سينمائي. مشهد كذا سينمائي. ما نحتاجه. ندخل في عينه. الآن يجيك زعيم يقتل مين؟ العملاق. بس تفرج فيهم بس، يعني ما تسوي ولا شيء، بس تبغى تتفرج على كيفك. وهذا تروفي اللي هو انا وتالوس، لانك احييت العملاق تمام. لا بس تفرج فيهم كذا، تك تفرج فيهم، سرع عليكم. طيب هذه هي، يلا ايش لسه قاتل هناك، لا يجحفلني معاه، ترى هذا قوي ذا الزعيم ذا، والله الزعيم ذا ماني فايق له. انا اروح اقاتل الزعيم الثاني الدوده، هم دوده وهذا نفس الزعيم اللي قتلناهم، لان هو يقاتل الدوده. شوف الدوده كيف تلف عليه، يقتلها الان. هذا لان قتلناها بسهم هلاك، لا
لو ما قتلناه بسهم هلاك ممكن ما يجيك الشيء هذا، فلازم تقتله بسهم هلاك. ايوه ما بغينا طوله، المفروض تاخذ تروفي البطل، تروفي البطل الان، وهذا تروفي البطل، خلصنا من تروفي البطل. يا سلام، خلاص عندما تتصادم الإرادات الآن خلاص أنت كذا مرتاح، الآن تلف العالم هذا وأنت مرتاح، لف العالم وأنت مرتاح، ما في شيء تسويه غير اللهم الآن نسعى للتروفي الثاني اللي هو نصلح إخلاء للمنطقة، نخلي المنطقة. كيف نخلي المنطقة؟ نخلص أول مهمة اللي أخذناها. وين المهمة أخذناها حنا؟ طيب الآن نخلص المهمة اللي هي مهمة يدعون، هذا شايفينها. المهم هذا شو يبغى منك؟ يبغى منك تجيب أرنوستو. وين أرنوستو الخريطة؟ أرنوستو هذا الشايب، تذكرون الشايب هذا؟ تذكرونه؟ هذا الشايب تجيبه عشان الإخلاء. فحنا ايش عندنا؟ حنا حطينا، تذكرون لما حطينا حجر شو اسمه؟ عبور، تذكرون؟ هو عشان شيء هذا، حجر عبور، قلت لكم حطوا حجر عبور هنا باللورة عبور، لما حطينا باللورة عبور، تمام؟ فإذا ما حطيت باللورة عبور مارك غير تمشي لين تصل البيت حقه وتقنعه هو وزوجته وتجيبهم تسحبهم لين هنا، تجيبهم هنا. شفتوا كيف؟ هذه فائدة البلورة اللي هي بلورة الوصول، هذه الفائدة حقتها. فنسافر لها. طيب فين أخذنا حنا المهمة يا تجلتل؟ خذناها لما في المكان في الجزيرة البركانية، في المخيم الجزيرة البركانية لما كلمنا الرجال احنا طالعين مع الباب. السؤال هنا، معبد قاع البحر الأرضي، ايش هذا؟ ايش هذا منارة؟ ايش هذا؟ ما ادري بس يلا احنا ماشيين صح هنا. يلا يلا قول مشينا معاك. اقدر اشيله ومسافر فيهم، اقدر اشيله ومسافر فيهم، والله ما ادري، خاف اجربها تصير مشكله. نقدر اسافر فيهم الين هنا، اظن نقدر، تصدقون؟ لك لازم تمشي معاهم. يلا مشينا مشينا، هم اثنين، لو واحد جربته لكن اثنين يخوف الوضع. يلا مشينا. في فيه حاجة تشيلها، امشي انت، في حاجة تشيلها كذا قارورة تحطها فيهم وتسافر فيهم. يلا ما هي مشكلة، تعالوا بس نضرب مشوار ابو كلب. استغفر الله، امشي. هنا قبلك جريفن يا اخوي، انت موت، ممكن اقطع علي وصلهم خلاص، يعني ما في شيء يعني. وين الشياب؟ روحوا روحوا، كمل. طيب شو معاي ولا شو؟ بمشي من هنا انا. هنا مشكلة، مشيت يجونك دولي. مشينا بس. امشوا بس، لا احد يوقف. لا توقف انت، ما عليك، هم يمشون وراك. يلا اظن عدلوهم، يمشون وراك كويس. يلا لا توقفون، بس امشوا. في واحد علق، يعني شوف الزعماء هذوليك الاثنين اذا بتقتلهم لازم لازم معاك شيء يسترجع لك قدرة التحمل، لان الاعتماد على قدرة التحمل.
اعتماد على التعلق بالذات الدود. الدود يعني استهنت فيها، الدوده سهله بس لازم تتعلق. يعني انا انفعت اللي هي اللجات اللي شلتها. وين اروح؟ هنا خلاص وصلنا. يلا وصلنا، يلا تعال. فنوديهم فوق لتحت. خلاص وصلتهم. طبعا فين نروح الان؟ من هنا نروح هنا، نكلم الشخص هذا. لم تهوشون ذولي، عشان نكلم الشياب. نكلم الشياب فين؟ يلا يلا، متى نبدا على ميت الخلاء؟ يلا نروح هنا الان نكلم هذا. نظام تهوشون ذولي، يقول لحمهم، يقول لاموند لازم تحميهم. لاموند زعلان، نكلم لاموند يقول اقنعه. يلا يا شيخ نكلم لاموند. روح لاموند، كلم لاموند. ايش تبغى يا ورع؟ تقول لحمر الناس طلب ان يرافق الزوجين لحمايتهم. طب ما عندي مشكله، نروح لي هذا الحارس نكلم نقول خلاص امورك عسل. طب كذا خلصنا المهمه. يدعون للفارس الشهم ارنستو. تمام، وين يا جماعه الخير؟ اعطوني شيء؟ ما اعطوني جواز. طيب يلا وش عندنا كمان الان؟ نروح الى الخريطه، نروح الان الين هنا، نجري الين هنا موقع التنقيب. يلا نروح. اين الطريق يا بيض الله؟ هذا باب. وش من هنا؟ طب نمشي المشوار. تدرون احنا عارفين المشوار فين والطريق فين. يا دا ايش في هنا؟ سلم، نودي سلم. اعلن عندك هذا. هو مشاكل، مشاكل عائلية، انا مالي شغل. مشاكل عائلية بينكم حلوها، بينكم انا مالي شغل فيكم. المشاكل بينكم، تبغى تدخل انت على كيفك. يلا شباب يلا. ايه جاك ده؟ هذا اغث شيء، هذا اقرف وحش. ايش بس صلح تقطيع المشوار، انه ما يحتاج تشوفونه كله. طول المقطع، خلي المقطع، المقطع ساعة ونص ما هي مشكلة. شيء خلص، احنا ما بقينا شيء كثير. هي طولت عينه بس اللي هي قتال الزعماء هذوليك بس. هم اقوياء، هم بس طريقة قتالهم تحط لي نقاط ضعف صغيرة كذا وتبغاني اروح صيدها، يعني شيء، يعني شيء مو كويس. طيب خلاص وصلنا احنا، ادعس بس وادخل هنا. اذا حقوك العداء اقتله. انا قبلنا هذا صح، صح نسيت قبلنا ذا بالكاد المعفن هذا. كيف تقاتله ده؟ تركز على نقاط الضعف. يا ابوي هذولي ورانا، هذول نسيت، هذول المعفنين. طيب نقتل نرجع لكم، اعطينا صحة. خلاص قتلناه. النقطة حقته تنتقل من كل مكان، من مكان لمكان تنتقل. شيء معفن صراحة. الآن قابلنا الشخص هذا، هو المفروض هذا الشخص هنريكي. إذا ما قابلك ابحث عنه. هذا هنريكي، نلحق هنريكي. وين راح هنريكي؟ هنريكي خش مع الباب هذا. فين هذا هنريكي؟ شايفين؟ خش مع الباب هذا. أريكم الخريطة بس.
مش منين عند ال عطارة. ايه عطارة؟ طب يلا خش وراه اوريك المكان الخلاء. كذا المكان الخلاء، بس تخش تخلص مهمة وده على حسب طول المهمة، المهمة طوال، بعض المهام صغيرة قصيرة. الله وراه. أنا أجيك هنا في السجن هنا وأعطيك مفتاح تروح المنزل، لأن بهذول ما يتحركون. So they're staying, and they told you that. Strange. But never mind that. Was the overseer when the world changed? But on his way out, I expect that all. Listen, friend. If the overseer's command, use that key to have a look. Best keep your eyes peeled for the overseer. لأن أعطيك مفتاح. الآن تروح المشرف. فين المشرف؟ المشرف شايفين ال المشرف هنا. هيك هنطلع ونريبو. لكن فين مكانه بالضبط؟ المشرف تفتح الباب تلقى ميت، تاخذ مفتاح، مو مفتاح، تاخذ حاجه من عنده. المشرف اللي هو اللي في البدايه اللي استعبدهم. نخش فين؟ نسيت الباب. نخش هنا يسار. ايه هذاك الباب. هني يطار هنا. وين موجود؟ يفاتح لسه. عنده حجر تبغاه، عنده الشيء ذا ناخذه كله، عنده هذا ناخذه كله. يلا ابشر اجيك مرة ثانية. استنين. طيب فين بنروح هنا الان؟ اطلع فوق من هنا. وفين هو مقابل؟ ومفروض ان بيته هنا. هذا اي هذا؟ شوف ندخل نلقى ميت ونلقى حاجة اللي هي درب آلهة ضعفة قواها. ناخذ هذه درب آلهة ضعفة قواها ونطلع. اوريكم بيته فين. بيته هنا. انا واقف فين؟ هذا البيت حقه، شايفينه؟ هذا البيت. تلقون الفندق شغال بالعادة، هم مو شغال من عارف ليه. هذا كمان باب. طيب استخدم مفتاح. غريبة والله، غريبة. طيب اوكي ما هي مشكلة، ما علينا، عرفنا الباب فين. الآن نرجع نعطيه حقه، حاجة نطلبها ذي. أنا شايل أشياء ثقيلة لازم أخفف. نروح من هنا. لا من هنا. أنا أجمع فلوس جيد. هو الأخلاق خفيف نوعا ما. إذا لسه ما وصلت النهاية حاول تقتل تنانين كثير، يعني لا تدخل منطقة ذي إلا مستوى 50 يفضل، يعني خلص المهمات الجانبية كلها. ترى المهمات الجانبية سهلة ترى. إيه هذا الشيء. بس خلصنا. حطك 30 باللورد تنين، والله يدلعونك باللورد تنين. تملة راعي البيادق اصلا طلعوا، بيادق جالسين هنا ما يبغون يطلعون. لازم نجيب الان. نروح فين؟ اخلاء فير نورث. الان اخلأنا، صلحنا اخلاء لجزيرة البراكين، صلحنا اخلاء ل هذه مركز التنقيب. الان نروح لفير نورث. روح فير نورث الآن ونصلح خلال فير نورث. يلا طب يلا، أول ما ندخل هنا فير نورث نروح لمين؟ ها؟
مين نروح لي؟ برانت. يلا يا برانت، برانت يكلمك يا صاحب الجلالة، علامك. يقول لك الآن خلاص روح كلم سفن، تريد مني إجلاء؟ يخلاء ولا إجلاء؟ يلا روح الآن سفن، عليكم ساعد إجلاء سكان فيرموند. يقول لك روح الآن سفن. سفن عنده مشكلة مع أمه، هو أمه متشكلين وأنت تحلها. يعني أنا صاير الآن مصلح اجتماعي. يلا نروح الآن هنا بسرعة، تعرفون الطريق ولا أوريك؟ بس أوريك أول مرة، راح نروح ونجي كثير، راح أوريكم الطريق وخلاص تروح تمشي مع النقاط بس، هي مهمتك اللي هي أوريكم بس المهمة اللي هذه عزيمة الأمير الوصي. يلا نروح سفن، أوريكم الطريق أول مرة بعدين نسرع شوي، التسريع يعني بس تسريع، ما أدري كيف تسريع، في تسريع عن تسريع يفرق. كويس هنا ما في قدرة تحمل يعني. طيب بس ندخل هنا، ندخل قصر، ايش يسار من هنا، تعرفون الطريقة. والله خلاص انتو ملك الآن، يعني هو منك قصر ده خلاص قصر هنا. نخش من هنا، القسفن وين القسفن؟ خلاص أظن بقي لنا بس أخلاء نباتات، صح نسينا نباتات. يلا نخش على الكلمة. السلام عليكم. سؤال الملك ولا هو؟ مين الملك؟ أنا ولا هو؟ المفروض أنا الملك. طيب يقول لك روح للماما، ماما زعلان، ماما هنا مش عليها. يلا يا ماما مشينا، يقول لك ولا كلمة، نفسك تعال كده الصندوق هذا تقدر تشيله، أظن تقدر تشيله توديها له، أظن تقدر تشيله توديها له يا صندوق، يو تشيل توديها له وتدي الصندوق، ماشي لو توديها له. تعال What are you doing? Unhand me at once. God, help me. امشي بس. يلا. امشي بس. حطها هنا، أعطي الصندوق، أعطي الصندوق الآن. إيه تقدر تروح كذا وكذا، تعطي الصندوق وترجع له ويروح معاك، لا خلاص شيلها وطشها عنده خلاص، لا تزعجونا. لا سولفون أولا، خلاص حلينا المشكلة، حضرت ديسا إلى سفن، الله عليك. نروح الآن، الآن كلمه يرسلك إلى، يلا آسف آسف زعلان مني آسف. نروح الآن، تروح إلى هنا، تروح لي صاحب العربة. يلا روح لي صاحب العربة عشان نكلم نقول له ترى نبغى السيارة حقتك، يقول أبد تحت أمرك. يلا العربة، في شخصية تذكرون الشخصية اللي هي في قتلناه في مهمة إيش اسمه الكارد اسمه أظن، قتلناه في مهمة إيش الورد بلا شوك، ما أدري حاجة زي كذا، أشواق بلا ورد، مدري ورد بلا أشواق، كلام هذا الفاضي. إذا ما قتلته تلقاه عند العربة فتمسكه، بس امسكه بس، يا شردوه امسكه.
عشان يسافر معنا. دقيقة بخفف بس. بس روح العرب يعني ما في شيء نسوي. خلاص احنا كذا خلصنا. يا الله والله رحلة يعني لعب بصراحة رهيب رهيب رهيب. أهم شيء لا أوصيكم. شكرا. وين الرجال؟ هذا الرجال، هذا هو شايفينه. حصلت على عربات الثيران خلاص. الآن بدي أرجع أسفل نكلم. أرجع أسفل ونكلمه. لا أوصيكم شكرا والدعم شباب. والله الدعم لك عليه الدعم جدا 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 ميت. ماني عارف شو المشكلة يعني. نمشي مع الترندات ولا يعني إذا بخصوص التقصير التأخير يعني على حسب وقتي. إيه خارج إرادتي والله. لكن مثل ما وعدتكم يعني بدينا شيء إن شاء الله نخلص. في بعض الألعاب اللي هي الألعاب القديمة شوي زي نيو فاين فانتسي ريبيرث. والله ماني عارف فانتسي ريبيرث بصراحة ماني عارف. لكن نيو يشتغل عليها إن شاء الله. أرجع لها إن شاء الله. أنا حبيت اللعبة بصراحة، اللعبة حلوة، بس التروفيات حقها فيها تفريم غثيث، هي ما عندها رحمة في التفريم، في تفريم مرة غثيث، وكمان العشوائية في المهمات هذيك غثيث شوي، كمان اللعبة قديمة شوي يعني ما حد مهتم لها، ما حد بشكل عام يعني بشكل كبير مهتم لها، فما أقدر أرجع لها. شو عندنا العاب جاية الآن؟ طيب يلا نرجع نكلمه. وين هو؟ يلا نعم جلبته. خلاص احنا كده خلصنا عزيمة الأمير الوصي. خلصنا. أكملت عزيمة الأمير الوصي. خلصنا الآن من أخلاء اللي هي شو اسمها هذه؟ فير نورث. الآن أروح فين؟ نروح لمدينة الجن العرائش نخليها، وبعدين نروح باك باتال ونخليها كذا ناخذ تروفي. هو بقينا الأخير صح؟ تروفي الحارس؟ لا بقينا تروفي، تروفي الحارس وتروفي اللي هو النهاية بس. ناخذ البلات، وأحلى بلات لأجمل لعبة دي لعبة السنة في نظري. لعبة جبار جباري، بس الإشكالية هنا وعلى في حقة العرائش، العرائش المقدسة. يلا نجينا. طيب في العرائش المقدسة بكل بساطة نروح نكلم الأب، تذكرونه الأب هذا. إذا خلصت المهمات هذيك اللي خلصناها خلصتوها معايا ان شاء الله انه ما في اشكاليه يعني. يقول لك خلاص، تقول له يلا بخلي، يقول لك خلاص يلا ما هي مشكله. اذا ما خلصت له اظن راح يزعل علي يعني، ما يعطيك وجه، يقول لك لا لا اقلب وجهك ما عندك سالفه ما ادري ايش. نام وارجع، نام وارجع. ايه يا اخي لازم ننام ونرجع. نعم ونرجع. نعم. إن خلاص ما خلصنا المنارات معلك. الوقت معلك مني. يلا نرجع. إن شاء الله إنه يوافق يعني. وآخر أنت. هاي مركبة قدرة هنا عند بيت أبوها. يلا يا ابن حلال نبغى نمشي. خلاص بس نام لين
لأن إذا لأن يقول حسن غلبتني صار ثقتي فيك. خلاص خلصنا عامل فترة الظلام خلاص يلا خلصنا. ايش الطرد ذي طردني؟ فتنام وترجع له، تنام وترجع له لين يوافق. وازعجتني ويلا انا موافق خلاص. الان بنسافر الى رقبتان ونقفل. يلا نسافر. طيب رقبتان، اذا دخلت رقبتان تجيك البنت. جت البنت، تذلوا تضربون. تجي البنت هذه المانيلا. يلا وش عندنا الان؟ نكلمها ونحن نبغى نخلي السكان. شو الوضع؟ طيب اعطتك ثلاثه مهمات. المهمه الاولى من هنا نروح هنا. ايش نلقى؟ نلقى اثنين يتقتلون. هذول لا تقتلهم، اضربهم بس لا تقتلهم. يفضل تقتلوا تضربهم بدون سلاح، قتلونكم. يا ولد يا ولد يا ولد لا هني يضربونك بس كذا ضربتين خلاص تعوروا. لا تقتلهم، تحمس. خلصنا. الان حاجة ثانية، تلقى اباء يتقتلون عشان ابنائهم يعني كذا يتخاصمون، فانت تعطي ورعانهم. انا اوريك الخيارات، هذا اللي تلقاهم هنا. وش فاستون؟ لا احد منكما مخطي، لازم تختار لا احد منكما مخطي. هم يتقتلون سنوري مع بشري. شغل عنصريات، كلمة بنت البشرية وتطلب منك اكل. عطى اي شيء، تطلب طعام عطى اي شيء. اصلا يلا جيت. لا نروح الحالة الثالثة واللي هي سنوري وبشرية يتقتلون، وانت دقيقة. هذا ايش هذا؟ ايش يبيع؟ ايش؟ دقيقة فخر. وينهم ذو؟ طب واحد يدلني. طيب فيكم بقرة انتم معاي كذا من هنا يتقتلون. بس تفرش فيهم بس. قبول الشهادة على المبارزة، نقبل الشهادة على المبارزة. يلا يلا بس تفرج فيهم بس، لا تسوي شيء بس تفرج فيهم لين يوقفون. بس خلصوا، لعلهم طولوا شوي. يلا خلاص كذا صار يا لبن. يلا نمشي، لن نرجع لمانيلا وتقول نروح نكلمه الإمبراطورة. نكلم الإمبراطورة وإذا كل شيء تمام ناخذ التوفي. روح الإمبراطورة خلص كل شيء وناخذ التروفي. يصير بعدين يبقى لنا تروفي واحد، تروفي النهاية. نشوف ايش هي التروفيات. يلا وينك يا إمبراطورة؟ من دسه في قصرك إمبراطورة. فين؟ ما هو وقتك يا الدول يا بطارية يد التحكم؟ كم باب إمبراطورة؟ على باب أيوه. ذا في مهجة. صلي بس يا علينا. يا لا يخلصي بس. وبس الآن تأخذ التروفي. هذا تروفي الحارس، هذا تروفي الحارس يا أحبابي. وش بقي لنا تروفي؟ وش بقي لنا؟ بقي لنا الإغلاق. شاهد نهاية الدورة. بس نختم الآن، بس نختم خلاص. حنا هنا ما عندنا شيء، هنا ما في شيء هنا. خلاص خلصنا كل شيء حنا.
خلاص انا فين نسافر؟ خلي هذه الدج ملك منها، في شيء تحت اسمه عارف شو، كاني ماني مهتم. لكن احنا الان خلصنا كل شيء، الان اذا تبغى تستكشف العالم على كيفك، خلاص العالم رايحين تلعب فيه لو 100 ساعة، العالم هذا لو تلعب فيه 100 ساعة ما عندك مشكلة. الان فين نروح؟ نروح هنا النقطة الحمراء هذه، ونروح هنا الأغراض استخدام معبد قاع البحر، نجعل معبد قاع البحر. تمام أمورك زي العسل. الآن تلقى الناس كلهم، شوف هذا من هنا تخلص، لو جيت هنا شوف كيف التجار كلهم هنا، كل شيء هنا، شوف كيف كله هنا. فين النوم؟ أبغى أنام، أقدر أنام؟ فين النوم؟ ما في نوم. That is a pity. فين انام؟ Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist. Always a pleasure. أظن ما في مكان تنام فيه، ماني شايف مكان تنام فيه. دقيقة، في منزل، في منزل هنا ممكن تنام هنا. اوكي تنام هنا، بنام عشان احفظ بس، نام هنا بس عشان تحفظ. ولا نخش، لا سمح الله صار شيء وخلاص، انت نوعا تموت انت، بس حاجة بسيطة كذا. يلا نخش تجريد نصر الهلاك الآلهي. يلا يلا سكيب، لن نرجع فوق ظهر التنين. انا ابغى نصل الى رقبة التنين. تمام، فلازم تجري تمشي زي كذا، لان التنين يقتلك يعني فوق ظهره. انتبه لي الاشواق، اذا مت ترجع هنا العادة يعني. يمشي على، ماني عارف كيف يمشي بصراحة، انا ماني عارف يعني. امشي يا بابا يا حب. الحين بقعد 10 دقايق بتضيع على ظهر التنين. قتلك الآن، الآن قتلك، طلع لك أشواك انتبه لها. هذه أشياء انتبه لها. طيب حتى الكاميرا ما تساعد يعني، حتى الكاميرا ما تساعد، بس كذا وخر عنها. بس اتجه باتجاه تدفني. كويس والله، خلص قاعد نجح. انا ارميك على شو اسمه الجناح، تحلق انت بس على الجناح، تحلق تحكي كذا عند هذه. يلا الان الجناح حقه شو اسمه يصير ايش؟ ايوه شو كيف يدخلك في الضباب هذا. نشط اشرد، واذا رمي عليك نار تندس خلف الأشواك حقت هذه. لا اشرد اشرد، يرمي عليك نار تندس خلف الأشواك. لا تقول لي مات، تندس خلف الأشواك المفروض هنا. نار تخف، مت.
تحميل نرجعني كويس، رجعني من هنا كويس، إذا مت رجعت من هنا كويس. يلا ادعس، هلا قريب. هذه شدة النار تندس خلفك. لا مو هنا يا شيخ، لا نفس الطريق الأول، نفس الموال الأول. الكرة هذه تنحرق حرق. طيب طيب انحرق شيء شب نار. يلا شرد وابتعس، نار ثانية أظن. خلاص النار واحدة بس، النار واحدة بس، وصلنا. هي سكيب، وهذا التروفي الإغلاق، وهذا البلاتينيوم المستنير الحقيقي. وبكذا حنا جبنا بلات دراجون دوغما الجزء الثاني يا أخوان. يا سلام، رحلة رهيبة ممتعة رائعة جدا، من الرحلات اللي عندي استعداد عيدها. رهيب رهيب بصراحة اللعب، بلات حقه جدا جدا رهيبة، بلات حقه خفيف ورهيبة بلات حقه. لا تنسون الدعم يا شباب، لا تنسون شكرا يا شباب، ادعمونا الأرض عليكم عشان نقدر نستمر معكم إن شاء الله. في الختام لا تنسون اللايك واشتراك في القناة وتضيف المقطع أصحابك كلهم يستخدمونه للتتمين بلعبة وترفيهات دراجون دوغما. حياكم على حساب الانستغرام وإكس والتيك توك وديسكورد. لا تنسوا معاذ العباد بدراسة تحت اليدين، والسلام عليكم ورحمة الله.